السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ناخد سيكشن في المشروع بتاعنا؟ تعال هنا عند العين ديت وتيجي هنا تلاقي فيوز وتلاقي هنا الكليبنج. طيب هاجي هنا وابدأ اختار جهة من الجهات، يعني ده الرايت ده الليفت ده الباك وهكذا. تقدر تختار اي واحد فيهم بحيث ان انت تشوف شكل المبنى. نرجع للشكل الرئيسي الكليبنج، تبدأ تختار الكليبنج. هيبدأ يدفع معاك امتى؟ لما تكون واخد جهة من الجهات، يعني بالمثال مثلا واخد الجهة دي تقول له كليبنج وتبدأ تمشي جوه المبنى، فيبدأ يعمل لك طاقات قطع لحد ما تبدأ تشوف المبنى كله من أوله لآخره. كده انت ماشي بتقطع. ممكن تقول له أنا عايز مثلا الجهة ديت وتبدأ تقول له كليبنج، فيبدأ يتعرف جوه المبنى. كده انت دخلت جوه المبنى، المأذنة هي مقطوعة زي ما تشوف. وبعد كده ترجع للشكل الرئيسي من هنا.